خبر بقى لذيذ كده لازم نقوله لكم في الاحتفال بالعيد وللناس اللي بطلت تؤمن بأن المعجزات تأتي وإن تأخرت، وإنه في بعض الحاجات إحنا عقلنا ما بيستوعبش حصلت ليه وطولت كده إزاي وربنا فرجها كده إزاي. يعني القصة اللي جاية دي تقول لك الإجابات على كل الأسئلة دي. قصة غريبة شبه الأفلام، إنه ابن فقد من أسرته في إنا من حوالي 25 سنة. لحد هنا وهي قصة مأساوية تماما، لأنه الابن ده كان مصيره في إحدى دور الرعاية، عيلته ما تعرفش عنه حاجة من 25 سنة تحديدا من سنة 97 لما فقد أو تاه من أسرته في قرية المحروسة التابعة لمركز ومدينة إنا. اللي حصل إنه في واحدة من صفحات التواصل الاجتماعي، وده اللي بيكرهه أو السوشيال ميديا، السوشيال ميديا لها جانب جيد جدا، نشرت صورة لواحد من أبناء الدار وكتبت المشرفة بتاعة الدار وقالت إنه الشاب الجميل ده بيدور على أهله وبيتمنى إنه لو في فرصة إنه يرجع لأهله، بس كده ببساطة. معرفش كانت بتفكر في إيه، ولا معرفش الشاب كان في باله إيه الصدفة أو إيه الطريقة اللي ممكن تخلي الصورة توصل لواحد من أهل القرية ويرجع لأهل الشاب ده ويسألهم فيلاقوه فيعملوا تحليل دي ان ايه ويلاقوا ابنه. حاجة كده في منتهى اللذاذة واللطافة ومنتهى يعني العظمة. وتاني زي ما بقول لحضراتكم، حاجة تقول لنا انه زمن المعجزات ومواعيد ربنا وتوقيتاته ملناش فيها يد ولا تدخل. احنا سعداء جدا انه معانا على التليفون أستاذ عبد الحميد رفاعي، والد الشاب الجميل اللي انتوا شايفينه في الصوره ده. مساء الخير عليك يا استاذ عبد الحميد، وعيد سعيد اكيد جدا جدا. ان شاء الله عيد سعيد ان شاء الله. يا رب. احكي لي يا استاذ عبد الحميد على الطريقه الغريبه الاعجازيه دي في انك تلاقي ابن حضرتك، والتفاصيل يعني الموضوع كان بالبساطه دي ولا انتوا كمان كنتوا بتدوروا على ابن حضرتك؟ لا احنا كنا ندور عليها من ساعه ما تضيع، احنا ندور عليها من 25 سنة. من 25 سنة. ما حسيتوش لا قدر الله لأي سبب إنه قلتوا لا حصل له مكروه خلاص فقدنا الأمل ما بندورش، ما فكرتوش كده؟ لا، ما عمري ما قلت حصل له حاجة ولا عندي إحساس إنه حي وموجود. ابنك اسمه إيه يا عم عبد الحميد؟ اسمه رفاعي، عبد الحميد رفاعي. طيب رفاعي بقى الشاب الجميل ده، هو لما رجع بالسلامة قال لك هو كان عنده نفس الإحساس، كان بيدور برضه على عيلته؟ والله هو انا دخلت الرعايه وانا سني 4 سنين. خدت في الرعايه 15 سنه. طبعا بعد 15 سنه طلعوه. طلعوه من دار الرعايه. ايوه، قال لك انا بعد كده نشرت الصوره بتاعتي على النت عشان اتعرف على اهلك. ده هو اللي نشرها، احنا القصة عندنا انه واحدة من المشرفات في دور الرعاية او حد من المشرفين. لا، هو نشرها 2016. طبعا وبعد كده لقيت الصورة دي واحدة قريبتنا من المحلي. راحت باع نشرها وبعتها هي الواحد قريبنا في البلد. الله. قريبنا دي اول ما شاف الصورة قال ده الملامح دي من عندينا ودي من عيال محسن ابو رفاعي. والله وهم عارفين طبعا ان حضرتك ليك ابن وبتدور عليه. ايوه، راح متصل علي وعيت لي الصوره. قال يا عمي دقق في الصوره دي كويس. قلت له الصوره دي فيها ملامح من عيالنا. قال طب الواد دي متضيع وما يدور على اهله. المهم قلت له طب فيها، المهم استفسرت خدت رقم التليفون اتصلت عليه هو الواد. المهم انت فين؟ قال لي انا في مطرح فلان فلان. قلت له خلاص انا حركب واجي وركبت. يوم الاربع. وصلت هناك يوم الاربع، هو كان عندي في السكن عندي جماعه قريب. المهم جي هو ومراته وبنته. ده كمان ده انت شفت اولادك واحفادك على طول. ايوه، جي هو ومراته وبنته، بنته ده 6 اشهر. هو كان عايش مع واحد في طنطا من 7 سنين. ايوه احكي لي على المقابله على طول يا عم عبد الحميد. تمام. المهم قابلنا طبعا. الواحد لما قابل واحد متغيب من قدامه من 25 سنه من حقه يعمل العمايل معاه.
المهم سلمنا عليها والمهم جبنا طلعنا على برضه على التحليل على طول. في تحليل اتعمل يعني على طول دي اللي يبان على طول. ايوه الدي ان اي. لا تحليل عادي. عملناه النتيجه كانت هي انه دي نفس الدم نفس الدم. تحليل دم اللي هو بيقول انه ممكن يبقى ابنك او غير ممكن او مستحيل انه يكون ابنك، لكن طلع ابنك. حلو قوي. المهم رحت برضو عملت تحليل الثاني دي اللي ما ياخذ 21 يوم. دي ثمنه 12000 جنيه. المهم عملته وقالوا حيبان بعد 21 يوم. طبعا انا حبيت اجيبه معي البلد واجيبه هو ومراته وبنته. وراح قال له يا عمي ما ينفعش شيء لما يبان التحليل. طبعا كلام ربي قال لك ده انا ولدي وما اقدرش اسيبه لما يبان التحليل، يبان التحليل يبقى ولدك وانت تاخده غصب عني اي حد. المهم خدنا بعضينا هي قعدنا معاه يوم ليلته. وبعد بعد ال 21 يوم يا عم عبد الحميد. لا لسه ال 21 يوم. ايوه انت هتقول لي بعد ال 21 يوم حصل ايه؟ ايوه بعد 21 يوم هقول لك ايه اللي حصل. ان احنا لسه منتظرين كمان النتيجه. لسه النتيجه هنبدا اعتبر اول يوم في 21. يا رب اصل احنا بنحتفي معاك وفرحانين بالقصه الحلوه دي، ويا رب يفرح قلبك يا عم عبد الحميد، ورب تكمل فرحتك انت وابنك. كل سنه وانت بألف خير. ربنا يجمع على شمل كل بعيد.